السلام لك يا بطل حامل إيمان القاوم، صخرة لم تقوى عليها أبواب الجحيم. في عصر كنت شايرتي فنيد المدسوس، يا لاهوتي يا ضليع يا فخر الأرسوس. شرفت الكنيسة وقت القرن الرابع، اخترت أنبا ألكسندروس شمس في المجامع. صافي لكن قديسي عيلة مصرية، تلقيت في المدرسة العلوم المسيحية. عرفت أنبا أنطونيوس جعلك تلميذا له، كتبت لناصرته واقتديت بأعماله. وفي مجمع القيادة دافعت عن الإيمان، فاضحا بدعة أريوس بغيرة الشجعان. في حياتك هات كتير في محبة متفانية، فاختارك راعيا لهم لسيرتك النقية. احتملت أشد عذاب من نفي ومؤامرة، اتهمون بالخطية مع إحدى الغنية. لكن تلميذك كان مثلك شجاعاً وآمين، ففضحها أمام الكل فصاحوا مهللين. صرخوا في وجهها قائلين كل العالم ضدك وأنا ضد العالم، فسكتوا أمام ردك. الضيقة لم تدم بقوة الصلوات، وبالعدل السماوية أريوس بسرعة مات. في روميا كان نفيك وراءك آباء الغد، مدحوك وقدروك ومكانك كان في القلب. جذبت شعوب الغرب باتضاعك العجيب، في دفاعك عن نفسك فدعوك بالترحيب. دعاك الامبراطور فرأك نازي وشريف، فأمر بعودتك وكان معك لطيف. وصلت إلى شعبا بعد جهاد وألم، تسع سنين غياب غريبا في العلوم. اشتدت للطيهان بسبب أتبع أريوس، فحماك المؤمنون في رعاية بأخريستوس. وتقدم الأقبط وفضل الإكليل، للإستشهاد ماضوا بفرح وتليل. تركت لطيهان ذهبا للبرية، مع الآباء الأبرار في حياة قوسية. ولما أراد الله انتهى للطيران، ورجعت إلى شعبك مكللا بالأمجاد. بطل عظيم جدا منتصر على الأعداء، بل أكثر من ذلك منتصرا على البغضاء. جمعت الأساقف لوضع القوانين، في مجمع مقدس لمن هم تائبون. انتصرت على الشيطان حين سمحت الخطى، والراجعين للإيمان دخلوا ملكوت الله. في الشدة أو في الضيق لم تيأس أبدا، مطيعا للإنجيل وعلى
على الله معتمدا. ذكاؤك وتواضعك زغوا لك القلوب وعقوبة فيك نسدك ممجدا من الشعوب. جهادك كان طاول مثل الرسل الأطهر سموك بالرسول ونورك قضى نار. في لبنى تسترك في السماء مكانك اذكرنا في صلاتك امام يسوع ربان. تفسير اسمك في افواه كل المؤمنين الكل يقولون يا اله البابا اثناسيوس اعنا اجمعين.